اتعرضت لإشاعات كتير من وقت ما فكرت تاخد قرار الاعتزال، وطبعاً السبب ورا كل ده هو شهرتها الكبيرة واللي خلتها من أهم نجمات جيلها، كمان لأن الموضوع كان مفاجئ وبدون أي مقدمات حياتها اتغيرت بين يوم وليلة وبقت واحدة تانية خالص، والأهم من كل ده إنها ثبتت على المبدأ والسنين ما غيرتهاش رغم مرور حوالي 40 سنة على القرار. هي شمس البارودي، ودي قصتها مع الشيخ الشعراوي. الفنانة شمس البارودي من أهم نجمات جيلها، وخدت قرار الاعتزال في عز نجوميتها وبعد ما صرفت 40,000 دولار على لبس من فرنسا علشان تقدم العمل الفني اللي كانت متعاقدة عليه. سابت كل ده وقررت تلبس الحجاب وتعتزل الفن تماما. الفنانة شمس البارودي اللي درست في معهد الفنون المسرحية ابتدت رحلتها الفنية في الستينيات، ومع الوقت وبسبب جمالها الصارخ وقدرتها على تقديم مشاهد الإغراء بقت من أهم وأشهر نجمات جيلها، وكان بيتعرض عليها كتير النوع ده من الأدوار. ولكنها فجأة سنة 1982 قررت تسافر تعمل عمرة مع والدها، ومن هناك وهي بتدعي وبتتعبد حست قد إيه الإنسان صغير وإن الحياة دي كلها ما تستاهلش. وفي حاجة كده حصلت لها وحالة جت لها خلتها أول ما رجعت من الزيارة دي تعتزل الفن تماماً وتقرر إنها تلبس الحجاب. وقتها كانت متجوزة الفنان حسن يوسف وكان بقالها يمكن أكتر من 12 سنة، وقررت تنزل إعلان في الجرايد عن اعتزالها وقالت فيه: من ضر مسلماً ضره الله، ومن شاق مسلماً شاق الله عليه، صدق رسول الله. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حالياً أو مستقبلاً كلها أفلام قديمة صورت منذ سنوات بعيدة، كما تعلن بأنها اعتزلت الفن نهائياً بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982، وحسبي الله ونعم الوكيل. شمس البارودي وقتها تقال إن هي خدت فلوس علشان تعمل حركة الحجاب دي، ومش معروف مين هيدفع علشان كده، ولكن التصورات بتقول إنه بالمقارنة بالوضع السياسي وقتها فغالباً هيكون الطيارات اللي كانت بتتنامى في الفترة دي، واللي طبعاً هيكون بالنسبة لهم موضوع زي ده دعاية مهمة، ولكن هي نفت إن حد يكون أثر عليها أو حصل أي حاجة من دي. كمان اتقال إن السبب في اعتزالها هو الشيخ الشعراوي، لكن هي نفت ده، وكمان زوجها الفنان حسن يوسف نفى الكلام ده وقال إن هي ما قابلتش الشيخ الشعراوي غير مرة واحدة قبل وفاته بأسبوع، وكانت وقتها لابسة النقاب واتكلمت معاه وقالت له: ادعي لي. فقال لها: ادعي لي انتي، ما تعرفيش مكانة التائبين عند الله. وسألته عن النقاب فقال لها إنه فضل وليس فرض، ومع احتياجها للسفر للندن علشان تزور بنتها حست بقلبها إنه مش لازم تكمل في لبس النقاب وخلعته واستمرت بالحجاب العادي، وطلع عليها برضو شائعات إنها خلعته هترجع للفن. الفنانة شمس البارودي قالت إن من وقت اعتزالها وكان بيتعرض عليها أعمال فنية بمبالغ كبيرة جداً علشان ترجع عن الاعتزال، ولكن هي رفضت ده ورفضت الظهور في أي برامج تلفزيونية.